السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش حالكم؟ لاباس؟ طال فيكم. شو ماسين؟ خليكم حدين سولوني عن طريقة تعداد القراءة في محدين ما يعرفوا الإنجليزية، وعن الله زاد ما يعرفوا الطريقة. الشرح إن شاء الله هذا الفيديو، مثلا إذا تفتحوا الموقع اللي ندير إن شاء الله تحت الوصف في الفيديو اللي في بروجرام ستات جوفرمنت جوف، اللي يجيكم هذه الصفحة. هون هاي الصفحة فيها فوتو إكزامبل اللي فيها الصور اللي تقريبا تضغطوا عليها يجيكم الصورة اللي صالحة اللي تقد ترفعوها للموقع. مثلا هنا عندنا فوتو تول، كيف ما يفتح لنا هذا الموقع واللي يتعدوا الصورة. تعود عندكم وراكم خلفية بيضاء غير ساطعة، ويعود من الإضاءة كيف الصور اللي عندكم من عليها صح، يعود الصورة كيف واضحين ما فيهم ظلال، وراكم جدار أبيض يعود ملي ما هو عاكس. صورة تعدلوها بتليفون، ما لا بدالكم تقيسوا مصور، قد أحد ما يبقى يقيس مصور يقيس مصور. غير المهم يعني يديرها له كلي USB باش تقدر ترفعها على الموقع اللي يقطعها لك بالمواصفات اللي يدوروا وحجمهم اللي يدور الموقع. مثلا اللي نجوهم نشوف هذا الزر الأخضر، نضغط عليه بيج انتري بيجن انتري، اللي نديروا هذا الرقم كابتشا FRTP ونضغطه باش يتأكد عنكم إنسان رجاج. هون اللي تضغطوا نو فيرست نيم، نو فيرست نيم تقريبا، أو نو ميدل نيم، نو ميدل نيم. لين يكتبون الاسم، لين يكتبون والكذا، كيتانا عبد الودود، هون نكتب الشيخ، والله هون نكتب الشيخ، والله هون نكتب عبد الودود. هون اللي نكتب جاندر مال. المهم دي تشوف في الباسبورت، الباسبورت مكتوب ملي بالانجليزية، دي تشوف فيرست نيم عبد الودود وميدل نيم والكذا. هون اللي يجيكم ذكر أو أنثى، تختار بطبيعة الحال ذكر والله أو أنثى. هون التاريخ الميلاد الشهري، هون اليوم، هون السنة. بعد ذلك اللي تديرو نواكشوط البلد اللي خلاقة فيها، سيتي الاسم العاصمة الدولة، الله زاد البلد اللي خلقتو فيها، كونتري وين يور بورن موريتانيا الدولة. هون اللي تديرو المكان اللي خلاقة فيه، كيت مثلا نواكشوط هنا يس، خلو يس. هنا انتر فوتوغراف، هنا تديروا الصورة اللي عدد تكبير في الموقع وقطعتوها جاهزة للأورديناتور تخمزوها. هون اللي تديروا لي زادرس، مثلا اللي تكتبوا ادرس هذا اللي تدخلوه. هنا كل شيء فيه اوبشنال تدخلوه عندكم، زيب كود وتقد ما تديروا بيدي تدير نو بوستال. هون اللي تختاروا موريتانيا مرة أخرى، كونتري يو ليف توداي موريتانيا، والله البلاد اللي ساكن فيها حاليا. هون اللي تكتب رقم تليفون اوبشنال. هون اللي يدير ايميل، دير مول ايميل صالح، تبقى مول يدير ايميل اخر. هون اللي وات از هايست ليفل اديوكيشن يو هاف اكتف، هون التعليم اللي وصلت له، هون ابتدائي، هون مستوى ثانوي باك، هون عندك باك يقر عندك شهادة باك، وتقريبا يونيفرسيتي ماستر دكتوراه هذاك. هون اللي تكتبوا الحالة الشخصية، كانكم متزوج او غير متزوج. الناس اللي متزوجة شبال لا تكتب عنها ما متزوجة، بي اللي دير عندك متزوج اللي يسولوك كم عندك من تركة، ولي تدخل بعطيك المعمعة ودير صور تركة ودير اسم الزوجة تسجل مولي الزوجة كامل تتعب كاع. هون نمبر اوف شيلدرن تدير ما عندك لا شبالك دير انا مريض عندك ما عندك متزوج. هون اللي دير كونتيني، انت تود الطريقة، شو انت تود ثم معلومات ناقصة تشوف الخط الاحمر اللي ترجعوا له وتصلحوا، مثلا تصلحوا جميع تشوفوا هذا اللي عليهم نقاط حمراء معناها أن هي المهمة حد يجاوب عليها. مثلا هذا لا مثال كاين اللي تو دايرو اللي يديرو كونتيني اللي يجيك. مثلا ندير عين ماريا دهون، ندير اللي نديرو بعد كونتيني اللي يجيك انك دير مود باس واسمو، ولا يجيك انك نجحت في التسجيل، ولا يمشوا لك رسالة نجاح التسجيل فيها رقم تسلسل يبدأ من 2025 وآخره فيها أرقام وأعداد وأحرف. ذاك اللي تحفظوه، والله تعدلوا سكرين شوت تحفظوه في الأورديناتور، والله تحفظوه في مكان آمن، ملي تحفظوا الإيميل اللي تسجلوه هون بالإيميل، إذا سيت ذاك رقم التسلسل تقدوا ترجعوا له. هون اللي تم الموقع تم ترجعوا له، مثلا اللي تم تخلصوا هو الشيك ستاتيو كان نتائج خلقو، واللي يديروا كونتيني، واللي يديروا هنا رقم التسلسل اللي عاطينه، واللي يديروا الاسم، وهون تكتبوا تاريخ الميلاد، وهون ديروا هذا اللي ترفعوه، واللي يعطيكم نتيجة كانكم تم
بعد تم اختياركم، ومرحبا بكم وتوفيق للجميع. مرحبا بكم.